عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى دورة برمجة المتحكمات مع عائلة إف آر بلغة البرمجة سي. نتمنى أن نستمتع سويا في هذه الدورة. طبعا هذه الدورة ككل الدورات في أي مجال لن توصلنا إلى الاحتراف. يجب عليك بعد الانتهاء من هذه الدورة التعمق والتمحيص والبحث أكثر في الأفكار والمواضيع النظرية التي تم التطرق إليها. سنؤسس لك قاعدة من الأفكار النظرية والعملية، ونحاول أن نشرح معظم الأفكار أو نغطي معظم الأفكار التي تدور حول المايكرو كنترولرز. ثم مهمتك بعد الانتهاء من هذه الدورة التعمق أكثر في المجالات لتصل إلى الاحتراف. لنبدأ على بركة الله. طبعا دورة البرمجة برمجة المتحكمات، تقديم مهندس محمد هيثم القاضي، مهندس محمد سفيان حبوباتي، ومحدثكم محمد منذر السلخ. طبعا هذا الفيديو سيكون عبارة عن مقدمة تعريفية عن المايكرو كنترولرز بشكل عام وعن العائلة AVR بشكل خاص. موضوعات اليوم ستكون على شكل التالي: أولا، أصناف الدارات المتكاملة، معيارية تصميم بنية المعالجات، ومن ثم بنى المسجلات في المعالجات. ننتقل إلى المقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات المصغرة حصرا 8-bit microcontrollers. نتكلم أكثر تخصصا عن العائلة AVR وعن عائلات العائلة AVR، عائلات متحكمات الـ AVR التي تنتجها شركة 8-mil. نحاول قراءة تكوين متحكمات العائلة AVR والبنية الداخلية للعائلة AVR، الذواكر وإشارات التوقيت ومصادر إشارات التوقيت. طبعا كما تحدثنا سنبدأ أولا بالأنظمة المدمجة. حتى نتعرف أكثر على مايكرو كنترولرز يجب علينا أن نعرف أولا ما هي الأنظمة المدمجة. هذه هي أحد معالجات 8-mil AT91 SAM، وهي أحد الأنظمة المدمجة. طبعا المايكرو كنترولرز تتفرع من الأنظمة المدمجة الـ Embedded Systems، ولكن ما هي الأنظمة المدمجة؟ الأنظمة المدمجة هي تقنية تهدف إلى دمج عدة وظائف سواء كانت هاردوير أو سوفتوير لدمجها في قطعة واحدة معينة دون الحاجة إلى تعداد الكثير الكثير من القطع. أين نجد الأنظمة المدمجة؟ نجد الأنظمة المدمجة في أجهزة الاتصال، في النقل، في أنصاف النواقل أو الـ ICs التي سنتكلم عليها، في الإلكترونيات، الحواسب، في الصناعات العسكرية، في صناعات النسيج. يمكننا القول ببساطة أن الأنظمة المدمجة باتت تشكل بنيان التطور التكنولوجي للحضارات. لنتعمق أكثر أو لنتحدث عن ما هو بين أيدينا، البيد تو بيد رولز. ما هي قاعدة البيد تو بيد؟ قاعدة البيت تو بيت تتكلم عن توزع وانتشار الأنظمة المدمجة في عالمنا الخاص من الاستيقاظ صباحا حتى العودة إلى النوم مساء. طبعا نلاحظ كما هو موضح في الشكل، من منبه الاستيقاظ إلى البراد إلى السيارة، ثم الذهاب إلى العمل، جهاز الفو اي بي فون، الطابعة، مشغلات الميديا، أجهزة الرياضة، التلفزيون، المايكرويف، ومن ثم العودة إلى البيت. وبإمكاننا القول حتى أن السرير قد أضيفت إليه الـ Embedded Systems. نلاحظ بعض الأسرة الحديثة قاموا بإدماجها مع الأنظمة المدمجة لنحصل على سرير إلكتروني يؤدي وظيفة معينة. طبعا الدارات المتكاملة هي بحر كبير لا يمكننا تخصيصه التكلم عنه بشكل كبير عام، وإنما سنقوم بالتحدث عن جزء صغير منه وهو المايكرو كنترولر. كما تلاحظون هناك عدة أنواع من الدارات المتكاملة كال Special Purpose Semiconductors، كال DSP Digital Signal Processing، COC، ASSP، ACIC نتكلم عنها، والستاندر لوجيك. ستاندر لوجيك هي AIC تواجهنا، كل الICات تقريبا ذات الوظائف المعينة هي ستاندرد لوجيك. ثم نتجه إلى الجنرال بوربز
ديجيتال اي سيز لها نوعان، التي تبرمج برمجيا والتي تبرمج بواسطة عتاديات. التي تبرمج بواسطة العتاديات كالاف بي جي اي والبي ال دي. اما موضوع اهتمامنا وهي software programmable، المايكرو بروسيسورز والمايكرو كنترولرز. كما نلاحظ ان المايكرو كنترولرز هي فرع صغير من شجرة الديجيتال اي سيز، ولكن لكل فرع من هذه الافرع اختصاص معين ودراسة معينة يطول الشرح عنها. ننتقل للفقرة الأهم، لماذا المتحكمات الصقرية؟ طبعا كما نلاحظ هنا العديد من الديكودرات ALU كيرنل والعديد من الاي سي اوت. المتحكمات الصغيرية نشأت لتجميع هذا الكم الهائل من الديجيتال اي سيز لدمجها في ديجيتال اي سي واحدة، اي اننا وفرنا العديد من الهاردوير بقطعة صلبة واحدة هي المايكرو كنترولرز باختلاف انواعها. مثل هذه الدارة، هي دارة لتطبيق عمل معين، ولكن نلاحظ ضخامتها. يمكننا اختصار كل هذه الاي سيات في مايكرو كنترولر واحد. طبعا الشكل الاخر مثال اخر عن هذا الموضوع. بعد ان عرفنا واي مايكرو كنترولرز، يجب ان نعرف ما هي المايكرو كنترولرز. طبعا يوضح الشكل احد متحكمات العائله اي في ار من الشركه اتميل، ويوضح بعض خصائص التي تدعمها العائله اي في ار. طبعا في العائله اي في ار نلاحظ وجود كاي معالج بروتوكولات الاتصالات كاليوزارت الاس بي اي، طبعا وجود ذواكر نواه لمعالج، نلاحظ ايضا وجود محولات من الانالوج للديجيتال، نلاحظ ايضا وجود تايمرز، بعض الخصائص الاخرى كالال سي دي انترفيس، وبعض الخصائص التي تدعمها ولكن هي ليست من اختراع واكتشاف اي في ار كتقنية الجي تاك. الان سنتحدث عن معيارية تصميم بنية المعالجات. طبعا معيارية تصميم بنية المعالجات مرت بعدة مراحل، كان أولها معيارية الفان نيومان، وهي التي تعتمد على وجود ناقل وحيد لنقل التعليمات والبيانات بين الذاكرة الوحيدة ووحدة المعالجة المركزية. أي أننا عندما نريد تطبيق أي تعليمة، هذا الناقل يقوم بنقل التعليمة ثم إحضار البيانات، إجراء العمليات ضمن السي بي يو، ثم إعادة الكتابة عبر نفس الناقل. الكثير من الوقت الضائع، الكثير من الجهد الضائع. لذلك ظهرت معيارية الهارفارد. معيارية الهارفارد تعتمد على وجود ناقلين منفصلين، أحدهما لنقل التعليمات والآخر لنقل البيانات، وتختلف ذاكرة البيانات عن ذاكرة التعليمات، حيث يقوم خط نقل التعليمات بنقل التعليمات فقط، لا يمت لنقل البيانات بأي صلة. وبالتالي وفرنا في الوقت، تمت عملية قراءة التعليمات والبيانات في نفس الوقت. انتهينا الآن من الكلام عن معيارية تصميم بنية المعالجات. ننتقل الآن لتصميم بنى المسجلات في المعالجات. طبعا هناك ثلاث عوائل من المسجلات التعليمات في المعالجات. مسجلات التعليمات في المعالجات تعني عدد تعليمات في اللغة السيمبلي التي يمكن للمعالج تطبيقها، أو لنقل بالمعنى البسيط فهمها. أولا أو أول عائلة هي عائلة الريسك Reduced Instruction Set Computer، تحوي من 30 إلى 130 Instruction. السيسك من 150 إلى 1000 instruction، والميسك من 15 إلى 30 تعليمة assembly حصرا. ننتقل الآن إلى مقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات كما تكلمنا سابقا 8 bit. سنقارن
بين العائلات الموجودة متواجدة في السوق كعائلة الـ AVR شركة إتمل، المعالجات AT51 من شركة إنتل، البيك من شركة مايكروتشيب، والـ HTC 11 من شركة موتوريلا. طبعا أول المعالجات ظهورا كانت معالجات الـ AT51 من إنتل، المعالجات الصغيرية أتكلم الآن وليس المايكرو بروسيسورز أو المتحكمات، مايكرو كنترولرز وليس المايكرو بروسيسورز. طبعا لنفصل أكثر بالفرق بين هذه العوائل، نتكلم أولا عن البنية الأساسية وهي الهارفارد للأي في آر، فون نيومان للإنتل 851، هارفارد للبيك، و فون نيومان للإتش تي سي 11. طبعا كما تكلمنا سابقا فإن بنية الهارفارد هي أفضل وأسرع وأوفر من بنية الفون نيومان. ثم ننتقل إلى تقنية النواة. تقنية النواة تعتمد العائلة أي في آر على تقنية الريسك، بينما تعتمد العائلة انتل وعائلة موتوريلا على بنية السيسك، طبعا البيك أيضا على الريسك. نبدأ الآن في مميزات التي تميز الأي في آر عن غيرها، لماذا اخترنا عائلة الأي في آر عوضا عن غيرها. أولا، تردد التشغيل الأعظمي للأي في آر هو 20 ميجا هرتز. نلاحظ وجود 24 ميجا هرتز لعائلة 851، ولكن هذا لن ينفعها في التمييز، لأننا سنجد في المستقبل الفرق الكبير الذي تقدمه عائلة أي في آر. طبعا عائلة البيك أيضا 20 ميجا هرتز، و اتش تي سي 11 فقط 8 ميجا هرتز. الآن المميزة الأجمل لعائلة الأي في آر وهي تنفيذها لتعليمة السيمبلي واحدة في كل نبضة. في كل نبضة من نبضات العشرين ميجا هرتز إذا شغلنا المتحكم على تردد مثلا 8 ميجا هرتز، ففي كل نبضة من نبضات الثمانية ميجا هرتز سينفذ تعليمة السيمبلي، بينما عائلة 851 تنفذ تعليمة واحدة كل 12 نبضة، بينما عائلة البيك أربع نبضات لكل تعليمة، وعائلة الـ HTC 11 8 نبضات لكل تعليمة. طبعا تفصيل أكثر، عائلة الـ AVR تستطيع أن تنفذ 16 مليون تعليمة في الثانية، 16 مليون instruction per second، بينما عائلة 851 مليونين تعليمة في الثانية، وعائلة البيك 5 مليون تعليمة في الثانية، وعائلة الـ HTC 11 مليون تعليمة في الثانية. أما عن عدد التعليمات فكما تكلمنا، فإن العائلة AVR تتبع لتقنية الريسك، أي حوالي 130 تعليمة، 851 215 تعليمة، البيك 32 تعليمة، والـ HTC 11 200 تعليمة. حجم ذاكرة البرامج في عائلة الـ AVR هو 256 كيلو بايت، وهو الأكبر بين عائلات المتحكمات. وعرض ناقل البيانات التعليمات في عائلة الـ AVR هو 16 بيت، وهو الأكبر أيضا بين عائلات المتحكمات. الآن ننتقل لنخصص أكثر في العائلة AVR. طبعا العائلة AVR قبل الانتقال إلى التكلم عن الذواكر في المتحكمات العائلة AVR، سنتكلم لماذا هي معتمدة أكثر صناعيا دون عن غيرها. أولا، البيئة العائلة AVR تناسب البيئة الصناعية، سنتكلم عن هذا لاحقا إن شاء الله. العائلة AVR هي الأسرع بين مثيلاتها، هي الأكثر ملائمة للعمل على أرض الواقع، بينما عائلة البيك مثلا تعتمد أكاديميا للتعليم، لتعليم برمجة المتحكمات. الآن سنتكلم عن الذواكر في متحكمات العائلة AVR. طبعا معظم متحكمات العائلة AVR لها ثلاثة أنواع من الذواكر المدمجة، هي ذاكرة البرنامج الفلاش ميموري، ذاكرة المعطيات الإي إي بروم، وذاكرة البيانات الـ S RAM.
طبعا ذاكرة الفلاش أو البروجرام ميموري، وهي الذاكرة التي يحفظ عليها العمل أثناء برمجة المتحكم. بينما الذاكرة إي بروم نقوم بحفظ عليها البيانات التي لا نريد أن تتغير، معلومات ثابتة. سنتطرق لهذا الموضوع لاحقا إن شاء الله. والرام هي ذاكرة الداتا، نريد حفظ قيمة معينة لمتغير ما، ستحفظ في الرام أو الداتا ميموري. طبعا كما نلاحظ عرض الفلاش ميموري هو 16 بيتس، الرام والإي بروم 8 بيتس. نتكلم الآن عن متحكمات العائلة AVR. طبعا هي منتجات شركة ايتمان الأمريكية، أنتجت عام 1990، تعتبر من أكثر المتحكمات انتشارا. تستخدم البنية ريسك وهارفارد، تتميز بالأداء العالي والطاقة المنخفضة. ينفذ معظم التعليمات البالغ عددها 132 تعليمة خلال 1 سايكل. تستطيع أن تنفذ حتى 20 مليون تعليمة في الثانية الواحدة. وأهم ميزة وهي الـ ISP أو الـ In System Programming، إمكانية برمجة المتحكم دون فصله عن النظام. طبعا ما يميز عائلة الـ AVR عن غيرها، هذا ما تكلمنا عنه سابقا، هو ميزة الـ ISP. ما هي ميزة الـ ISP؟ بعد أن قمت بصناعة الدارة الإلكترونية وتصميمها وتطبيقها، ووضعت المتحكم ليقوم بعمله، اكتشفت وجود خطأ معين في البرنامج. فهل أنا مضطر لإزالة المتحكم عن الدارة، مما يؤدي إلى تخريب أرجل المعالج؟ لا، توفر عائلة الـ AVR ميزة الـ ISP. كل ما علي فعله وصل مبرمجة المتحكمة على الدارة التي صنعتها، ويمكنني إعادة برمجة المتحكمة وهي على الدارة دون فصلها، دون تعريض المتحكم للتخريب. الآن ننتقل لقراءة تكويد متحكمات العائلة AVR. كما نعرف IIC موجود عليها شعار الشركة وبعض الكلمات، بعض الرموز التي تدلنا على عمل هذه IIC. كما نلاحظ هنا وجود أتميجا 32 ABU. ولكن ماذا تعني هذه الألفاظ؟ أولا أتميجا 32 AB إكس، سنتكلم عن يعني إكس. أولا أتي هي اختصار لكلمة أتمل، وميجا هي رمز لعائلة المتحكم ضمن عائلة الـ AVR، حيث هناك عدة عائلات، أولها هي 90S والأتيني والميجا. طبعا الآن يوجد عائلة الإكس ميجا، هي عائلة لا أظن أنها ستدخل إلى أسواقنا قريبا بسبب قدراتها الهائلة جدا. طبعا إذا توجهنا إلى موقع الشركة، وهو ما أنصح به الجميع، ودخلنا إلى عائلات متحكمات 8 بت، نلاحظ وجود الـ AVR X Mega، ونلاحظ وصفهم لها بالـ Extreme Performance. طبعا تدعم العديد من الميزات كالبيكو باور، سليبوكينج، DMA، الميجا التي سنتكلم عنها الـ 8 ميجا. تدعم العديد من الخيارات كالكيو تاتش، سليبوكينج، الاي بروم، والعائلات الاخرى كالتايني تيني والاتي 90. هذه ليست العائلات الوحيدة ولكنها الأكثر انتشارا. هناك عائلات مختصة بالباتري مانجمنت، هناك عائلات مختصة بشاشات اللمس، هناك عائلات مختصة بالأوتوماتيف. طبعا شركة الـ AVR تعتبر الرافد الرئيسي لعائلة المتحكمات، مع أنها ظهرت متأخرة عن العائلات الأخرى، ولكنها استطاعت بزمن قليل تقليص الفارق بينها وبين الشركات الأخرى، وإثبات نفسها في السوق بسبب تزويدها للمستهلك أو للمستخدم بالعديد من الميزات، وتطبيقها لأحدث البروتوكولات والخدمات التي تكلمنا عنها كالجي تاج والاس بي اي واليوزرد. نكمل الآن قراءة تكويد المتحكمات. ماذا تعني 32A؟ طبعا 32 هي عبارة عن فلاش
فلاش سايز 32 كيلو بايت. أما الـ A، طبعا الـ A هي العائلة الحديثة. في السابق لو أمسكنا أحد متحكمات العائلة AVR لكنا قرأنا مثلا 8 ميجا 32 L. L هي عبارة عن استهلاك المنخفض للطاقة low power، وهي لم تعد في دور التصنيع. 8 ميجا 32 بدون أي رمز لم تعد في دور التصنيع، بينما المتحكمات الأحدث من العائلة 80 ميجا حصرا هي مثلا 8 ميجا 32 A. طبعا نتجه الآن إلى الـ PX. ماذا تعني PX؟ الـ PX إما أن تكون BU، وهي يكون متحكم من الشكل الديب ذو الأرجل الكبيرة والشكل الكبير، أو أن يكون من الشكل SMD عندها نقول AU. طبعا هذه بعض أشكال المتحكمات. هذه هي العائلة BU أو الـ BDIP ذات الأرجل والشكل الكبير، وهذه هي عائلة الـ SMD، أرجل صغيرة وحجم صغير. نلاحظ بعض أشكال متحكمات الـ أتميجا. هنا الـ أتميجا 128، أتميجا 128 L، و أتميجا 128 A وهي الأحدث. الآن نظرة عامة على البنية الداخلية لمتحكمات العائلة AVR. داخل المتحكم AVR ماذا يوجد؟ طبعا المفروض في نهاية الدورة أن تكون كل هذه المفاهيم قد استوعبت بشكل كامل. لا نتطرق لها الآن، سنمر عليها مرور الكرام. طبعا هذه الصورة توضح أهم التقنيات للتعامل معها متحكمة الـ AVR كالـ GTAG Interface، الـ Flash Memory، الـ LCD Interface، ADC أو الـ A2D Converter، بروتوكولات الاتصالات، العدادات والتايمرات، المقاطعات ومنافذ الدخل والخرج، والبنية الداخلية لإعداد البرامج والـ ALU والرام، وهي البنية الموجودة في أي معالج. الآن نتوجه إلى قراءة الوثيقة الفنية للمايكرو كنترولر أو الداتا شيت. طبعا تعتبر الداتا شيت هي أهم وثيقة يمتلكها المهندس، حيث أنه لا يستطيع القيام بأي عمل قبل البدء بقراءة وثيقة العنصر الذي يستخدمه. طبعا هذا الداتا شيت هو عبارة عن داتا شيت لـ أتميجا 16 و 16L. نلاحظ سرد سريع لكل الذي تكلمنا عنه سابقا بصفحة واحدة: الميزات، الهاي برفورمانس، لو باور، العائلة ريسك، 131 باورفول انستراكشنز، 131 تعليمة، 16 مليون تعليمة بالثانية، 512 بايتس اي اي بروم، 1 كيلو بايت انترنال اس رام، 16 كيلو بايت فلاش ميموري، تقنية الجي تاج، دعم تقنية الجي تاج او تقنية الباوندري سكان، طبعا دعمها للأجهزة الطرفية كالعدادات والتايمرات، عداد تايمرز اند كاونترز، والخصائص الخاصة بهذه المتحكمة ك الهزازات الداخلية والانترنال ار سي، المقاطعات الخارجية والداخلية، 6 اوضاع للخمول كالايدل، اي دي سي نويز ريدكشن، باور سيف وغيرها. طبعا الكلام الان عن عائلة اتميكا 16، المداخل والمخارج 32 مدخل ومخرج، 40 رجل،